اللي معايا بقى ان شاء الله دي وثيقه الزواج بتاعت جدي انا، دي من 1912. المهر بقى، شوف المهر كام وعيش حياتك. دي افتكر من اوائل العقود الزواج اللي كان متوثقه. إيه، انا سمعت بالحمله بتاعتكم او بالمبادره اللي هي تراثك امانه، ودي انا جاي معايا حاجه وثيقه تستحق ان يعني انتوا تاخدوها وتحافظوا عليها وتتحط عندكم. ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ ازي صحتك؟ الله يخليك. الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضل. احنا عرفنا الخبر في الاعلام، لقيت عندي حاجه تستحق ان هي تبقى موجوده عندهم. تمام. فجبتها. نفس الموضوع برضو حضرتك برضو شفتي الموضوع في بابا هو اللي قرا في الصحيفه. تمام. بس انا قدمنا بخصه. تمام. بخصه اللي هي القباني. تمام تمام. وزاني. نشكر حضرتك على حسك الوطني، وان شاء الله نتمنى. انت قلت انت هتبقى مندوبنا في اسكندريه. انا ان شاء الله هبقى مندوبكم في اسكندريه. ان شاء الله. لان انا بحب الحاجات القديمه دي. تمام. واعتبروني المندوب الدائم ان شاء الله في اسكندريه. نشكر حضرتك وفي انتظار طبعا المزيد. وان شاء الله هيكون في حاجات تانية وحاجات قيمه جدا تستحق ان هي تبقى موجوده. ان شاء الله. نشكر حضرتك. شكرا دكتور.